بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضله السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. قال ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام ومننه الجسام حيث أنجاهم من عدوهم فرعون وأقر أعينهم منه وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة لم ينج منهم أحد
كما قال: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. لا شك أن هذا أقر للعين، أن ينجيه الله وأن يهلك العدو أمام عينه. روى البخاري عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى على فرعون، فقال: نحن أولى بموسى فصوموه. رواه مسلم أيضا في صحيحه. ثم إنه تعالى وعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن، وهو الذي كلمه الله تعالى عليه وسأل فيه الرؤية وأعطاه التوراة هنالك. وفي غضون ذلك عبد بنو إسرائيل العجل كما يقصه الله تعالى قريبا. وأما المن والسلوى فقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة وغيرها. فالمن حلوى كانت تنزل عليهم من السماء، يصبحون يجدون هذه الحلوى أو هذا الذي يشبه الصمغ الحلو على أوراق النبات فيأكلونه. والسلوى طائر يسقط عليهم فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغد، لطفا من الله ورحمة بهم وإحسانا إليهم. ولهذا قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أي كلوا من هذا الرزق الذي رزقتكم ولا تطغوا في رزقي فتأخذوه من غير حاجة وتخالفوا ما أمرتكم به فيحل عليكم غضبي، أي أغضب عليكم. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قال علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما: أي فقد شقي. قال شفي بن ماتة: إن في جهنم قصرا يرمى الكافر أعلى من أعلاه فيهوي في جهنم 40 خريفا قبل أن يبلغ الصرصار. وذلك قوله: من يحلل عليه غضبي فقد هوى. رواه ابن أبي حاتم. والصحيح أنه قد شقي في الدنيا والآخرة، والله أعلم. وقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، أي كل من تاب إلي تبت عليه من أي ذنب كان، حتى إنه تاب تعالى على من عبد العجل من بني إسرائيل. وقوله تعالى: تاب، أي رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق. وقوله: آمن، أي بقلبه، وعمل صالحا أي بجوارحه. وقوله: ثم اهتدى، قال علي بن أبي طلحة بن عباس: أي ثم لم يشك. وقال سعيد بن جبير: ثم اهتدى، استقام على السنة والجماعة. وروي نحوه عن مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف. وقال قتادة: ثم اهتدى، أي لزم الإسلام حتى يموت. وقال سفيان الثوري: ثم اهتدى، أي علم أن لهذا ثوابا. وثم ها هنا لترتيب الخبر على الخبر، كقوله: ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ثم كان من شأنهم. هذا ترتيب جملة على جملة، عطف جملة على جملة، لا للترتيب الزمني. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. جزاك الله خير. هو ابن كثير ذكرها كذلك، وهي ليست على هذا الشاهد في سورة ما. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تذكير الله عز وجل عباده بالمنن عليهم وبإحسانه سبحانه وتعالى يجذب القلوب المؤمنة إلى حبه سبحانه عز وجل وإلى العمل بطاعته. والتفكر في آلاء الله من أسباب الفلاح، كما قال عز وجل: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، على لسان هود عليه السلام. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، لأن ذكر نعم الله عز وجل
ينبت الحب حب الله عز وجل في القلب، وذكر الإحسان وذكر الفضل منه عز وجل والاجتباء والاصطفاء يأخذ بقلب العبد ويوصله إلى طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. أن يعلم الإنسان أن الله عز وجل أعطاه واجتباه واصطفاه ومن عليه، فكلما ضاقت النفوس والصدور فليتذكر الإنسان نعم الله سبحانه وتعالى عليه وتفضيله بهذا الدين، ويتذكر كم كان من يريد أذاه عبر سنين عمره منذ صغره إلى أن كبر وبلغ ما بلغ من السنين، فتذكر أن الله عز وجل أنجاه من عدوه، أنجاه ممن أراده بسوء، وأنجاه من الشيطان شياطين الإنس والجن، وأنجاه مما يريده بسوء من الكائنات. كل ذلك يجعل الإنسان أقرب إلى محبة الله سبحانه وتعالى ومعرفة فضله وجوده وإحسانه. فذكر الله عز وجل بني إسرائيل بنعمه عليهم، ومن أعظمها إنجاؤه إياهم من عدوهم فرعون، وهذه منة عظمى تكرر ذكرها مرات عديدة في آيات القرآن العظيم، في سورة البقرة وفي سورة يونس وفي سورة الأعراف وفي غيرها من السور، لأن بني إسرائيل قد تعرضوا على يد فرعون لأنواع البلايا والمحن وأنواع التعذيب والقتل، ما كان إنجاؤهم منه يظن أنه بعيد المنال بل أقرب إلى المحال، فمن الله عز وجل عليهم وأنجاهم من عدوهم. فقال سبحانه وتعالى: وواعدناكم جانب الطور الأيمن، أي جانب الجبل الأيمن أو جانب الوادي الأيمن من الذي يكون عنده جبل الطور، وهو أيمن إذا كان الإنسان ناظرا إلى القبلة، فيكون يمينه في الجهة الغربية، ولقد كانوا في هذا الوادي أو قريبا منه إلى جهة الغرب من جبل الطور، لأنهم عبروا إلى سيناء وهناك تركهم موسى عليه السلام وذهب إلى جانب الغربي، وهو كما ذكرنا أيمن إذا كان الإنسان متجها قد أعطى ظهره إلى اتجاه الشمال إلى البحر وتوجه إلى جهة الكعبة، فيكون الجانب الغربي من الوادي على يمينه كما سبق بيانه. ووعدهم الله عز وجل أن يكون هناك بأرزاق واسعة ميسرة دون جهد وعمل، يكون ذلك أدعى إلى القيام بما أمروا به من عبادة الله وحده لا شريك له والعمل بطاعته سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ونزلنا عليكم المن والسلوى. فوعدهم الله أن يكونوا في هذا المكان ودون مشقة وتعب وكلفة في كسب المعاش. نقل نقلة عظيمة، كانوا يعانون من الأعمال المهينة التي كانوا يعملون بها عند الفراعنة، وكانوا مع ذلك يسومونهم سوء العذاب ويقتلون ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ثم انتقلوا إلى حال في الراحة والطمأنينة والأمن وأنواع الخير وسهولة الرزق، بحيث لم يعد عندهم أي وقت يحتاجون أو جهد يحتاجون إلى بذله حتى يجدوا كفايتهم، بل كفايتهم حاصلة بفضل الله سبحانه وتعالى. الواجب أن يطيع الله سبحانه وتعالى في ذلك كله، فإذا كان الإنسان آمنا معافا عنده قوت يومه فالدنيا قد حزت له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه
فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كان عندهم قوت يومهم، كانوا معافين في أبدانهم، كانوا آمنين في طرقهم وسربهم. قد هلك عدوهم مهلكا واحدا أمام أعينهم، فجمعت لهم الدنيا ليتفرغوا للآخرة. قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. الخطر العظيم في تيسر سبل الدنيا للإنسان هو الطغيان، المرض الذي يصيب الأمم والشعوب إذا تيسر لهم حالهم الطغيان، وهو مجاوزة الحد، مجاوزة حد العبودية لله عز وجل، مجاوزة حدود الطاعة إلى حدود المعصية. فالطغيان وكذلك الطغيان على الخلق وظلمهم والعدوان عليهم، هذا مرض عضال، مرض الطغيان، مرض مجاوزة الحد، مرض الكبر والتعالي. وقد وقع من بني إسرائيل عبادة العجل وهو طغيان، مجاوزة للحد بلا شك، وهم في نعم الله عز وجل، النعم دارة عليهم مستمرة إليهم، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. لا بد أن يحذر الإنسان إذا وجد حاله ميسرة أن يحذر من الطغيان، إذا وجد أمنه ورزقه وكفايته بين يديه فليحذر من الطغيان ومن طول العهد حتى ينسى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ينزل عليهم غضب الله، يتوعدهم الله عز وجل بأن من طغى نزل عليه غضب الله، حل عليه واستقر واستمر غضب الله عز وجل عليه. وفي هذا إثبات الصفات، وصفة الغضب ذكرت هنا بصيغة المصدر يحل عليكم غضبي، وذكر الله عز وجل فعل الغضب مرات في القرآن الكريم، وهنا ذكر الصفة. وعلى أي حال، فهذه الصفات لله سبحانه وتعالى نمرها كما جاءت دالة على معانيها، معتقدين أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا فيه من الوعيد الشديد بعد الترغيب في حب فيما يحبب العبد إلى يحبب الرب إلى عبده، يجذبه بذكر النعم، يحذره بذكر انتقامه وغضبه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هذا السقوط الحسي والمعنوي الذي يستلزم الشقاء في الدنيا والآخرة لمن أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لمن طغى فيما رزقه الله سبحانه وتعالى فنزل عليه غضبه عز وجل. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وهذا الشقاء الحاصل للذي طغى فيما رزقه الله عز وجل شقاء يجد أثره في الدنيا قبل أثره في الآخرة. هذا الشقاء والسقوط بالروح ثم بالبدن، هذا سقوط للروح والقلب من المنازل العالية والدرجات السامية التي أعد لها في عبادة الله، ومن أجل تحصيلها سهلت له حياته فأصبح آمنا معافا مرزوقا عنده قوت يومه كي يشكر نعمة الله عز وجل. فإنما أعطي ويسرت حياته لكي يطيع الله عز وجل ولكي يتجنب الطغيان، فإذا حصل منه هذا الطغيان فقد سقط عن هذه المنازل العالية، وصار يبحث عن تفاهات الحياة الدنيا لعبها ولهوها، صار على ألعب مع اللاعبين، صار يضيع عمره ووقته وجهده
فيما يضره ولا ينفعه، بعد أن كان رفرف القلب عاليا قريبا من الملأ الأعلى، له اهتمامات وإرادات وأحوال لا يعرف كثير من الناس في الحضيض الأسفل، أو لا يعرف الناس في الحضيض الأسفل شيئا عنها، ولم يذوقوها ولم يجدوها، فعاشوا أشقياء يحسبون أنفسهم سعداء لأنهم لم يذوقوا حقيقة ما أنعم الله به على المؤمنين من الدرجات العلى والمنازل السامية التي هي لمن أطاع الله عز وجل. لذلك نقول قد هوى قلبه ثم يهوي في النار يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك، كما ذكر شفيع المماتع. فهذا الشقاء في الدنيا والآخرة. ثم ذكر سبحانه بعد الترهيب الترغيب، وإن كان الترغيب هنا مشروطا بقيود شديدة، حتى جعل كثير من العلماء هذه الآية الكريمة من آيات الوعيد لا من آيات التبشير، لأن الله عز وجل شرط في المغفرة أن يكون الإنسان تائبا وأن يكون مؤمنا وأن يكون عامل الصالحات وأن يثبت على ذلك وأن يظل مستقيما على ذلك، لا يفعل الصلاح مدة ثم ينقلب على عقبيه بعدها. مفهوم هذه الآية وعيد ومنطوقها وعد، ولذلك كان لابد أن تبحث في شروط المغفرة والتوبة حتى تتحقق من أنك من أهل الوعد لا من أهل الوعيد. والله سبحانه وتعالى جعل مغفرته لمن تاب من الشرك والذنوب، والتوبة الإقلاع عن الذنب والعزم أن لا يعود والندم على ما مضى. وإذا كان بحق إنسان بحق آدمي وجب أن يرد هذا الحق له. وأما الإيمان فهو قول وعمل، وإن كان إذا اقترن بالعمل الصالح كما في هذا الموطن دل على أن المقصود منه عمل قول وعمل الباطن، فإن الإيمان قول وعمل. ومن العلماء من يقول بل هذا عطف خاص على عام، الإيمان أشمل عام والعمل الصالح خاص، فقد عطف الخاص على العام ليكون العمل قد ذكر مرتين، ذكر مع الإيمان وذكر مستقلا. وهو في الحقيقة الإيمان والعمل الصالح توبة، فالتوبة أعظم المنازل وهي شاملة لما بعدها، ولكن لابد من الثبات على ذلك ولابد من الاستقامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. قضية الاستمرار، قضية الثبات، قضية الاستقامة على الهدى من أعظم ما يواجه من بدأ سيره إلى الله، بل ومن سار مدة من زمنه بل ولو عمره كله، فإنه يخشى على نفسه من سوء الخاتمة وعدم الاهتداية بعد ذلك. وقد ذكر الله عز وجل علينا قصة علماء وعباد، ذكر سبحانه وتعالى فقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فبعد علم طويل صار إلى هذا الحال المزري. وقال عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. حال إنسان كان على الخير والهدى، عنده من جميع أنواع الخيرات، ثم تحول بعد ذلك فافتتن. وقد ذكر الله عز وجل كذلك مثل من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالمؤمن يخاف على نفسه من هذا المرض،
كما يخشى على نفسه من الطغيان يخشى على نفسه من الفتنة والانقلاب. وهذه الأمراض التي تدب إلى أهل الدين ويتسلل الشيطان منها إليهم، فلا بد أن يحذر المؤمن على نفسه من ذلك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى اختصار ما وقع لموسى صلى الله عليه وسلم. ترك موسى قومه وذهب للقاء الله عز وجل كما وعد. ذكر سبحانه وتعالى تفصيل ذلك في سورة الأعراف، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وذكر الله عز وجل مدة غياب موسى أنها كانت 40 ليلة، 30 كانت 30 أولا، ثم احتاج موسى إلى الزيادة فزاده الله عز وجل 10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وكأن موسى عليه السلام كان ينبغي أن يرتب أحوال بني إسرائيل بنفسه قبل أن يذهب للقاء الله عز وجل، حتى لا يقع الذي وقع لهم مع هارون. وكأن موسى عليه السلام اكتفى بوجود شريكه في الرسالة هارون عليه السلام النبي المرسل الذي هو أكبر منه سنا، رأى أن وجوده كاف في كف بني إسرائيل عن المنكر ومنعهم من ارتكاب الشرك والمنكرات. ولكن كان الشوق دافعا إلى موسى عليه السلام أن يتعجل إلى الله عز وجل، وكان الأحب إلى الله سبحانه وتعالى أن يرتب أمور بني إسرائيل أولا ثم يأتي إلى ربه سبحانه وتعالى. ولو كان فعل ذلك أولا لأتى على الموعد الذي قدره الله عز وجل له ابتداء. وقد ذكر غير واحد من المفسرين ممن ينقل عن أهل الكتاب ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، أن هذه العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة، وأن إتمام النعمة على موسى كانت في أيام الأضحى، وما أنعم الله عز وجل به عليه من التوراة كانت بعد هذه 40. فالله عز وجل أعلم أي ذلك كان وفي أي تاريخ كان، فليس عندنا نص صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. ولكن نقول أولا أن بني إسرائيل كانوا مرتبطين بموسى كشخص ارتباطا وثيقا هائلا، فكانت مهمة موسى في إعداد بني إسرائيل وتأكيد الأمر عليهم وترتيبهم داخليا كان من أهم الواجبات. اجتهد موسى عليه السلام أن هارون قادر على أن يقوم بنفس المهمة بنفس الدرجة، وهارون قادر، ولكن بنو إسرائيل ليسوا ممن يستجيب لهارون، كانوا إنما يتبعون موسى اتباعا تاما ولا يقدرون على معارضته. ولو تأملت كيف كادوا يقتلون هارون وكادوا يقتلونني كما قال الله عز وجل عنه من أجل عبادة العجل، وحالهم بعد أيام معدودة جاء موسى عليه السلام فقال لنحرقن ثم لننسفنه في اليم نسفة، وهم سكوت بل يطبقون هذا. تعلم أن تفاوت مقادير وقدرات البشر وقدرات الصالحين وقدرات الأنبياء أمر حاصل واقع. حتى الرسل والأنبياء الله عز وجل حبى كل منهم بصفات، وموسى عليه السلام قائد مجاب مطاع مهاب صلى الله عليه وسلم، قومه يستجيبون له ويخافون منه ويهابونه مع حبهم الشديد لموسى عليه السلام. وهارون عليه السلام مع كونه أرق وألين ومع كونه يمتثل أوامر الله عز وجل وما فرط في الدعوة إلى الله، ولقد برأه الله عز وجل
من تهمة التقصير، فهو الذي قال سبحانه: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. لكن الحقيقة أن بني إسرائيل كان ارتباطهم بموسى كشخص ارتباطا هائلا لا يحصل لغيره عليه السلام، ولذلك كان ما ذكر الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى. ومعنى آخر في هذا السؤال كما ذكرنا أنه قد تعجل وأتى مبكرا فمد الأجل من 30 إلى 40. أمر آخر من أجله ذكر هذا السؤال: وما أعجلك، ليظهر للخلق مدى حب موسى عليه السلام لله عز وجل وشوقه إلى لقائه سبحانه وتعالى وحرصه مدى حرصه على رضاه عز وجل، حتى صارت شعارا، كلمته صارت شعارا لكل الصالحين بعد ذلك: وعجلت إليك ربي لترضى. الرغبة في إرضاء الله عز وجل والاستعجال في ذلك والمسابقة إلى ذلك، وهو عليه السلام بعد معاناة طويلة، بعد معاناة طويلة مع بني إسرائيل ومع فرعون، وبنو إسرائيل وحدهم معاناة وليسوا يستجيبون من أول مرة، وقد علمنا كيف كان الإسرائيلي سببا لهجرة موسى عليه السلام 10 سنين، وكيف أنه كان يحسن الكلام ويسيء الفعل، يحسن الوعظ والتذكير وهو يشد كل يوم من لا يقدر عليه. تعرف النوعية التي كانت تتعامل مع موسى. وفي القصة في بيان هذه النوعية أيضا حين عبدوا العجل وكادوا يقتلون هارون، فنوعية فيها معاناة فضلا عن المعاناة التي كانت مع فرعون. فموسى يحتاج إلى مدة طويلة حتى يستعيد ما يحتاجه من خلوة وتفكر وتدبر وعبادة. قضى موسى هذه الأيام والليالي يصوم نهارها ويقوم ليلها، والله إن 10 أيام فقط في الاعتكاف وفي الذكر وفي أوقات الخير تغير من حياة الإنسان، وهي بالنسبة يعني إلى عبادة، بالنسبة لو قارنا بين عبادة الصالحين وعبادة الأنبياء لكانت عبادة الصالحين شيئا يسيرا بالنسبة إلى عبادة الأنبياء. فتأمل كيف كانت عبادة موسى 40 ليلة متواصلة وحده يخلو بربه عز وجل. هذا بلا شك حافز أمر يؤدي إلى شحذ الهمم وشحن القلوب بالإيمان، وهذا لابد للداعي إلى الله عز وجل منه، وإن كان لابد من ترتيب أحوال المدعوين قبل أن يفارقهم، لأن ذلك مما يلزمه في هذا المقام. قال ابن كثير رحمه الله: لما سار موسى عليه السلام لبني إسرائيل بعد هلاك فرعون فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هذا كان من ضمن المعاناة التي عانى موسى عليه السلام من بني إسرائيل. قال: وواعده ربه 30 ليلة ثم أتبعها 10، فتمت 40 ليلة، أي يصومها ليلا ونهارا، وقد تقدم في حديث الفتون بيان ذلك. والظاهر أنه يصومها نهارا ويقومها ليلا، والله أعلم هل كان مشروعا في زمن موسى أن يصوم كل هذه المدة وأقدره الله على ذلك أم لا. قال: فسارع موسى عليه السلام مبادرا إلى الطور، واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون، ولهذا قال تعالى: وما عجلك عن قومك يا موسى. قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، أي قادمون ينزلون قريبا من الطور، وعجلت إليك ربي لترضى أي لتزداد عني رضا، لأن الله قد رضي عن موسى ولكن ليرضى
أكثر ورضا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، هناك ما هو أكمل منه، لأن هناك رضا لا سخط بعده. رضا الله عز وجل في الدنيا مرتبط بثبات الإنسان على الحال، وهو بتوفيق الله عز وجل يمكن أن يعقبه سخط. وأما الرضا الذي لا سخط بعده فهو رضاه عن أهل الجنة. نسأل الله الرضا الذي لا سخط بعده أبدا، اللهم ارضى عنا. سعادة الإنسان في أن يطلب رضوان الله وربحه في الدنيا والآخرة بذلك. تأمل قول الله عز وجل: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم. وقال سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال: ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فابتغاء رضوان الله هو أعظم سبب لسعادة الإنسان. فكلما كان الإنسان حريصا على رضا ربه عز وجل كلما كان أحب إلى الله سبحانه وتعالى وأقرب. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أخبر تعالى نبيه موسى بما كان بعده من الحدث في بني إسرائيل وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك السامري. وفي الكتب الإسرائيلية أنه كان اسمه هارون أيضا، وكتب الله تعالى له في هذه المدة الألواح المتضمنة للتوراة، أعطاه الله في هذه المدة الألواح. أما أن الله كتب في هذه المدة فالله عز وجل أعلم، نحن لا ندري نصا من كتاب أو سنة على أن الله كتب التوراة لموسى بيده في هذه المدة. ولكن في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن في حديث الشفاعة أن الناس يأتون موسى فيقولون: أنت موسى استفاك الله برسالتي وبكلامي وكتب لك التوراة بيده، وكتب لك التوراة بيده. فهذا فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، لكن لا يلزم أن يكون وقع في مدة الأربعين، يمكن أن يكون قبل ذلك بكثير. يقول كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك أخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، أي عاقبة الخارجين عن طاعة المخالفين لأمري. وهذا من البلاء الذي ابتلي به موسى عليه السلام، فهو في قمة الشوق وكمال الحب مع ربه عز وجل يبلغه خبر أن قومه وقعوا في الشرك، أمر مؤلم غاية الألم. الداعي إلى الله عز وجل يتألم ألما شديدا من وجود المعصية في قومه أو في أسرته أو في جيرانه أو في أهله أو في من يدعوهم إلى الله، فكيف بما هو أغلظ. أمر يظهر لك أن الله عز وجل ابتلى موسى بأنواع المحن ليصطفيه بذلك، لتظهر العبودية بأنواعها المختلفة في كل الأوقات. فحتى يبتلى بأمر يكرهه الله عز وجل وهو وقوع الشرك في قومه، لكن لكي ينظر سبحانه وتعالى ماذا يفعل موسى من الغضب لله عز وجل والمبادرة إلى إزالة المنكر والإنكار ب يعني كل ما يقدر عليه على من فعل ذلك، والدعوة إلى التوبة وأن يصبر على ما وجد من أذى، فيستمر في الدعوة إلى الله وفي إصلاح الأمة رغم أنه وجد أمرا غاية في الألم، وهو أن بعد كل ما رأوا من الآيات والنعم والمنن يشركون لغيابه 40 ليلة فقط، يعبدون فيها عجلا جسدا له خوار،
وبينهم نبي رسول من رسل الله يأمرهم وينهاهم فيتركون أمره ونهيه ويعرضون عنه ويعبدون العجل. والله إنه لأمر شديد الألم. فكل داع إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون له الأسوة الحسنة في صبر موسى عليه السلام على أمراض الأمة وعلى المحن والبلايا التي تصيب. الله عز وجل يريد أن ينظر كيف تعبده في الرخاء والشدة، ويريد أن يستخرج أنواع العبودية كلها من الشكر ومن الصبر، من الحب ومن الأسى والحزن على ما أصاب الناس. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، والأسف الغضبان والحزين، وهنا بمعنى الحزين للعطف. ولا شك أن هذا يدل على حب التوحيد والإيمان وكراهية الشرك وحب ظهور الحق في الناس وعملهم به. فليس شأن المؤمن والداعي إلى الله أن يكون مهتما بحاله فقط ولو كانت في أعلى الأحوال، بل لابد له من وجود في الواقع بالإضافة إلى أحواله الإيمانية العالية. فولود موسى عليه السلام في حاله في الأربعين ليلة يعبد الله عز وجل حتى يغلبه شوقه فيقول ربي أرني أنظر إليك، حبا لله قد وجد ما لا يقدر معه على التوقف عن هذا الطلب، حتى طلب هذا الطلب الذي ليس بمقدور له في هذه الدنيا. ولكن لا شك أن الشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى ولذة طلب رضوانه سبحانه وتعالى وما يجد من آثار الحب والود التي هي صفات الرب سبحانه وتعالى وأفعاله مع عباده المؤمنين، جعلته كل هذه الأمور جعلته يطلب النظر ويتمنى أن يرى الله سبحانه وتعالى بأن ينظر إليه في الدنيا، ولم يكن ذلك مقدرا له ولا هو مؤهلا له، لأن بدنه لا يحتمل ذلك كما لم يحتمل الجبل. نقول هو في غاية الأحوال الإيمانية وفي قمتها، ومع ذلك فلا بد أن يكون معايشا للواقع كذلك، ويعبد الله سبحانه وتعالى بالصبر على أذى المخالطين، ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى دعوته إليهم. وكذلك يوجد منه ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الغضب لأجله عز وجل، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لله سبحانه وتعالى. إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء. ليس أنك تكون مسالما على الدوام لا تغضب أبدا حتى ولو رأيت أشد المنكرات، نسأل الله العافية. بل المؤمن يغضب لله عز وجل، وكذلك يحزنه بعد المدعوين عن طريق الهدى والحق. قال ابن كثير رحمه الله، وقوله فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، أي بعدما أخبره تعالى بذلك رجع في غاية الغضب والحنق عليهم، هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم وفيها شرف لهم، وهم قوم قد عبدوا غير الله. ما يعلم كل عاقل له لب وحزم بطلان ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم. ولهذا قال رجع إليهم غضبان أسفا، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، والأسف شدة الغضب. وقال مجاهد غضبان أسفا أي جزعا، وقال قتادة والسدي أسفا حزينا على ما صنع قومه من بعده. هذا هو الأظهر والله أعلى وأعلم. كلما نظرت إلى هذه الآيات وغيرها من منة الله عز وجل على موسى بالتوراة، وعلم نظرت في منة الله سبحانه وتعالى علينا بالقرآن العظيم الذي هو كتاب لا يغسله الماء، الذي يبقى محفوظا بحفظ الله عز وجل له، وهو أكمل من كل ما سبقه من كتب وأشرف وأعلى قدرا،
نعرف نعمة الله عز وجل علينا بهذا الكتاب. فإذا كان موسى عليه السلام أعد هذا الإعداد ليتلقى التوراة، ونحن بين أيدينا كتاب الله سبحانه وتعالى محفوظا لم يبدل منه حرف واحد، ميسر بالذكر كما وصف الله عز وجل. فهذا كل من نعم الله على عباده المؤمنين. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أي أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة، كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من آيات الله، أفطال عليكم العهد؟ أي في انتظار ما وعدكم الله ونسيان ما سلف من نعمه وما بالعهد من قدم، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أم ها هنا بمعنى بل، وهي للإضراب عن الكلام الأول وعدول إلى الثاني، كأنه يقول بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. صنعتم صنع من يريد، لا أنهم أرادوا أن يغضبوا الله عز وجل عاملين ذلك، بل كانوا مجرد مقلدين يظنون أنفسهم يعبدون إله موسى، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، وهذا من الجهالة والعياذ بالله. فأنتم فعلتم فعل من يريد أن يحل عليه غضب الله سبحانه وتعالى. طول العهد من الأمراض التي تصيب الملتزمين الذين يبقون مدة على الطاعة، فيحصل نوع من التعود وتصبح العبادات عادات لا يجد فيها لذة ولا يجد فيها روحا، تصبح مفرغة من حقائقها الباطنة، ولذلك تزول الخشية ويذهب الخوف ويضعف الرجاء والحب. قال الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد، عندما يطول بالإنسان أمد دون أن يكون قلبه حيا بالعبادة، دون أن يجد حقيقتها الباطنة، فإنها تتحول كما ذكرنا إلى عادات، مع أن بني إسرائيل لم يدركوا هذا الأمر، بل إنما كان ذلك كالتبكيت لهم، لأنهم رغم عدم طول العهد وقرب الزمان بالنعم المتكاثرة كان لا ينبغي أبدا أن يقع منهم مثل تلك المخالفة. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، أي قالوا أي بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم موسى وقرعهم، ما أخلفنا موعدك بملكنا، أي عن قدرتنا واختيارنا مش من ملكنا. وهذا من الكذب والزور والباطل، يحتجون بالجبر وأن الأمر كان بغير إرادة منهم، وهذا من أخطر الأمراض التي تصيب الأمم، من أخطر البدع أن يحتجوا بالقدر على ذنوبهم ومعاصيهم وكفرهم وشركهم. يقول ثم شروا يعتذرون بالعذر البارد، يخبرونه عن تورعهم عما كان بأيديهم من حلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم حين خرجوا من مصر، فقذفناها أي ألقيناها عنا. وقد تقدم في حديث الفتون أن هارون عليه السلام هو الذي كان أمرهم بإلقاء الحلي في حفرة فيها نار، وهي في رواية السدي على الملك ابن عباس إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في تلك الحفرة ويجعل حجرا واحدا، حتى إذا رجع موسى عليه السلام رأى فيه ما يشاء، ثم جاء ذلك السامري فألقى عليها تلك القبضة التي أخذها من أثر رسول جبريل عليه السلام، وسأل من هارون أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوة، فدعا له هارون وهو لا يعلم ما يريد فأجيب له، فقال السامري عند ذلك أسأل الله أن يكون عجلا، فكان عجلا له خوار أي صوت استدراجا وإمهالا ومحنة واختبارا.
ولهذا قال فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. عن ابن عباس أن هارون مر بالسامري وهو ينحت العجل، مع أن الظاهر من القصة الأولى أنه قال له أسأل الله أن يكون عجلا فكان. قال فقال له ما تصنع؟ فقال أصنع ما يضر ولا ينفع. فقال هارون اللهم أعطيه ما سأل على ما في نفسه. ومضى هارون. وقال السامري اللهم إني أسألك أن يخور، فخار. فكان إذا خار سجدوا له، وإذا خار رفعوا رؤوسهم. ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال أعمل ما ينفع ولا يضر، بدلا من أعمل ما يضر ولا ينفع زعم. وقال السدي كان يخور ويمشي، فقالوا أي الضلال منهم الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه، هذا إلهكم إله وإله موسى فنسي، أي نسيه ها هنا وذهب يتطلبه. كذا تقدم في حديث الفتون. وبه قال مجاهد وقال سماك عن الكريم عن ابن عباس فنسي، نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم. وقال محمد بن إسحاق عن سعيد الجبير عن ابن عباس ذكر السمن قالوا هذا إلهكم وإله موسى، فعكفوا عليه وأحبوه حبا لم يحبوا شيئا قط مثله. يقول الله تعالى فنسي أي ترك ما كان عليه من الإسلام، يعني السامري. يعني هذا على الوجه الثاني في التفسير. الوجه الأول أن موسى هو الذي نسي، ده من ضمن كلام بني إسرائيل. الوجه الثاني أن هذا فنسي أن هذا من كلام الله عن السامري، أي ترك ما كان عليه من الإسلام، يعني السامري. قال الله تعالى ردا عليهم وتقريعا لهم وبيانا لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي لعجل. أفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي في دنياهم ولا أخراهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره فيخرج من فيه فيسمع له صوت. وقد تقدم في حديث الفتون عن الحسن البصري أن هذا العجل اسمه بهموت، هذا مما لا ينبغي أن يبحث عنه أصلا. أنا اسم العجل كمان إذا كان اسم السامري نحن لا ندري ما فائدة اسم العجل. حاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهل أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل، فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير، كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب، يعني هل يصلي فيه؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما انظروا إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحسين وهم يسألون عن دم البعوض. أسأل الله العافية ونقول هذا واستغفر الله. يقول يعتبر جماعة التبليغ والدعوة 40 يوما لموسى عليه السلام دليلا من الأدلة القوية في الخروج في سبيل الله، هل يمكن أن تكون بالفعل ديان؟ ولا شبه الدليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا أصحابه ولا احتدوا بمثل هذا، فهذا ليس فيه شبهة تحديد زمن معين يزعمون أنه يخرجون في سبيل الله. وإلا فلو كان فليكن 40 يوما في الخلوة في الصحارى أو في الجبال لو كان ذلك مشروعا، وإنما هذا شرع موسى عليه السلام، نحن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ويجب علينا أن نأمر عنها حيث كنا في أي زمان وفي كل مكان. يقول سمعت البعض يقول طلبها موسى وفاز بها الجبل لما تجلى ربه له ربه، بل أساء هذا إساءة بالغة. الجبل اندك وزال عن الوجود، وإنما فني الجبل وأعدم بالكلية لأجل أن يرى موسى ضعف بدنه عن احتمال النظر إلى وجه الله عز وجل، وتجلى معنى ظهر.
هل من السنة صوم 9 أيام في هذا الشهر؟ الصحيح أن الصيام عمل صالح مشروع في هذه الأيام، لو صامها كلها أو صام بعضها فذلك عمل صالح. رجل تعاقد مع الدولة مقابل أن يأخذ كل يوم 6 أسطوانات غاز ويقوم بتوزيعها للجمهور بسعر 3.5 جنيه، إذا خالف هذا الشرط يعرض نفسه للعقوبة القانونية، لكنه يبيع بسعر 6 جنيهات ويقول أنا أرخص من غيري، ويعتبر هذا حقا له ويتصرف فيه كيف شاء. الحقيقة أن الأنابيب من أو غيرها من السلع المدعمة هذا فيها جزء من أموال المسلمين العامة، ثم هذه الأنابيب يأخذها ويبدل فيها، وليست ملكا خالصا له في الأحوال كلها. كما ذكرنا المشكلة في هذا ليست مشكلة بسيطة أنه عقد بيع مجرد، المشكلة أن هذا الدعم كما ذكرنا جزء من مال المسلمين العام، فكونه يتربح في ذلك زائدا على ما اتفق عليه في خطر. أنا لا أرى ذلك جائزا ولا في أي سلعة مدعمة من السلع، لأنه كما ذكرنا موضوع عليها جزء من أموال المسلمين. يقول ما هي سر هذه الكراهية الشديدة للمصريين من جانب الإخوة العرب في كل مكان؟ وأنت صدقت الكلام الفارغ ده؟ ما 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 هم يقولوا برضه طب ما المصريين بيكرهوا الجزائريين، ده كلام فارغ، دعك من هذا الهراء، انما هي عقول مريضه غذاها الاعلام الخبيث. ويعني قرات بالامس ان المخابرات الفرنسيه كانت وراء اشاعه ان بعض المشجعين اصيب في مصر بعد المباراه الاولى حتى يهيجوا هؤلاء الناس في الجزائر. والشعوب عقولها تحتاج إلى مراجعة. هذا الأمر يدل على مدى تغلغل الباطل واللهو والفساد في القلوب، ويدل على أن الدعوة ما زال أمامها طريق طويل. وإلا في الحقيقة مسألة أن أنت تقول أنه يكره المصريين، أنا والله أكره كل من عصى الله عز وجل وكفر به أيا ما كانت جنسيته، ويجب علينا أن نكون كذلك، ونحب من أطاع الله عز وجل أيا ما كانت جنسيته. وأما محاولة بقى تفسير أو تبرير الهزيمة بالناس بتكرهنا وإن إحنا أحسن منهم وإن إحنا متقدمين عنهم علشان يهونوا على نفسهم من الشعور بالألم بعد اللي حصل من الهزيمة الكروية المباركة، لأنها أدت على الأقل يعني منعت من أنواع من الجنون الخبل الذي كان متوقعا وكان ينتظر أن يستمر في السنة القادمة إلى ما شاء الله مع كل مباراة من مباريات كأس العالم. فالحمد لله أنزل، أنا كنت أدعو الله عز وجل لا بالهزيمة، أنهم مسلمون أيضا يعني، والخبل عندهم زي الخبل عندنا، لكن أن يكف الله عنا شر ذلك. نسأل الله أن يكف عنا وعن الجزائريين وعن كل المسلمين شر هذه الألعاب. يقولون الرياضة نوع من الإيه؟ من العلاقات الجيدة بين الشعوب والتواصل والالتقاء الحضاري والروح الرياضية بيسموها، هذه الروح الرياضية بتاعتهم، كل ذلك من خبل فوق التخيل. الناس بقى عندها إحباط شديد وشعور بالهزيمة، ويحاول أن يبرر ذلك بيقول الناس بتكرهنا يحسدونا عشان احنا متعلمين عنهم، واحنا اللي علمناهم، واحنا اللي وقفنا جنبهم في الثورة الجزائرية، واحنا المن بقى والأذى والعياذ بالله، وانتم ما عملتوش حاجة. الثورة الجزائرية انتوا حد أدرككم منها؟ ما انتوا كلكم مولودين بعد ما الدنيا خربت من زمان طويل. كل اللي بيطلعوا في الشوارع دول بيعرفوا ايه عن الثوره الجزائريه عشان يقولوا احنا، انت مين انت؟ واخد بالك؟ ولا عملتوا حاجه ولا قدمتوا شيء على الاطلاق. الفرجه على مباريات الكره بالطريقه اللي الناس بتعملها محرم. بالطريقه المنكره التي حصلت وبالتعصب الاعمى، ده مش انا بقول الكلام ده على فكره، ده الازهر اللي بيفتي بالكلام، بيقول التعصب لكره القدم حرام. واللي حصل ده فعلا تعصب لا شك فيه. ده خبل. أقول قولي هذا.